دموعك دي كانت في ايه يا اسره؟ كنت كان ايه انا القصه؟ هنا كنت في المغرب من كذا سنه، وكانوا في المغرب ملك المغرب هناك بيهتم جدا بان هم يبقى عندهم وعي تجاه الايدز، فبيفتح التلفزيون المحلي طول اليوم للتبرعات. للتبرعات. والحقيقه ده كانت اول مره التقي هنا بحاله تم نبذها تماما من المجتمع، اللي هي الست اللي انا كنت بسلم عليها وببصها، وفقدت نظرها واولادها طردوها وجوزها طردها مع انه هو كان سبب، بهدلوها ومش لاقيه تاكل ومش لاقيه تعيش ومش لاقيه تتعالج. فواحد من فاعلي الخير قال انا هاخد الست دي وهاخد بالي منها وهصرف عليها وهديها العلاج وكل حاجه. وفات سنه وطلعت، وانا كنت اول مره ساعتها اشوفها، فانا شفت الناس عملوا لها ايه، فانا لقيت روحي مش قادره استحمل، عيطت بجد. وهي لا شايفاني ولا عارفاني ولا عارفه انا مين ولا اي، انا اخدتها في حضني ومن قلبي حسيت قد ايه البني ادم بيبقى قاسي على البني ادم، وقد ايه احنا بننسى الرحمه. في لحظه ولادها رجعوا لها تاني بعد ما اتعالجت يعني بعد ولا ما اتعالجت وكله، رجعت تاني وبقت كويسه لكن طبعا فقدت نظرها. بس احنا قد كده يعني، هو المرض قاسي في حد ذاته، ولكن المجتمع بيبقى قاسي اكتر، المجتمع هي صورتها. اقسى هي الست دي، وهي مش عارفه يعني ايه على فكره، على قدها، ولا عارفه يعني ايه ايدز، ولا عارفه يعني ايه، ولا مجالها، ولا اي حاجه. ده كان على التلفزيون المغربي. يوميها عارفه لمينا كام؟ كام؟ قلت لهم لو انتوا كل واحد حط درهم، يوميها 13 او 15 مليون درهم في ليله.